العالم اللي عايشين فيه ماشي مثالي، واي حاجه تمعنا فيها غادي يبانوا لينا فيها الديفوات. كاين الديفوات اللي باينين لحقاش سطحيين، وكاين الديفوات اللي خاصهم شويه ديال الحفير، ولكن المثاليه ما كايناش. داكشي علاش الناس كيختاروا العيش في عالم اللي يقدروا يتمردوا على الحوايج اللي كتقيسهم، وكيغمضوا عينيهم على الحوايج اللي يقدروا يتحملوهم. وكيف ما كان الحال، وخا كيتقال بلا الربيع كيكون ديما خضر اكثر في الجهه الاخرى، grass is always greener on the other side، هذا ما كيعنيش اننا كلنا باغين هذاك الغازون يكون خضر. راه كاين اللي كيبغي الصفر، كاين اللي كيبغي الحمري، وكاين اللي كيبغي الكاياس. الفيلم اللي غادي نهضروا عليه اليوم فيه بزاف ديال الاشارات للغازون، واخا ماشي ديما بالطريقه الصحيحه. الفيلم ديال اليوم هو من اكبر النجاحات ديال ديزني. الفيلم هو ذا لاين كينج اللي خرج في 1994 من اخراج روجرز الر وروب مينكوف. مرحبا بكم في حلقه جديده ديال سوليما بودكاست. قبل ما نبداو الهضره راه الاخبار في راسكم، التحليل كيدخل في التفاصيل اللي تقدر تحرق لكم الفيلم، اذا اللي مازال ما تفرجوش فيه يمشيو يتفرجوا عاد يرجعوا. الفيلم وباختصار كيهضر على ملك الغابه سبع موفاسا اللي كيقدم ولده سيمبا للسكان ديال السافانا، ولده اللي غادي يولي ملك من بعد ما يموت هو. سيمبا هو الرمز ديال الاستمراريه ديال الازدهار ديال هذه المملكه، ونهار فاش كيديروا ليه السبوع، لحقاش السبوع حتى هما كيديروا السبوع، المهم في السبوع الحيوانات كامله كتجمع باش تستقبلوا وترحب به في هذه الارض. غير هو المشكل هو ان هذا الحدث ماشي حدث سعيد لكل شيء. خو موفاسا سكار عرف بلا الزياده ديال سيمبا كتحكم عليه باش عمرو يولي ملك. Life's not fair, is it? You see, I shall never be king. And you shall never see the light of another day. هذه هي المعطيات الأولية اللي منها غادي تحول هذه القصة المسرحية ديال شكسبير هاملت، حيث العم غادي يقتل الأب ويجري على سيمبا، وهو اللي غادي ياخذ السلطة في عملية انقلاب ماكيافيليا. نيكولو ماكيافيلي كان دبلوماسي إيطالي كتب واحد كتاب سميتو The Prince، واللي كيهضر فيه على بزاف ديال الحوايج عندها علاقة مع السلطة والنوعية ديال الحاكم اللي يقدر ينجح في المهمة ديالو. كيطرح السؤال واش الحاكم خاصو يكون محبوب ولا الناس تخاف منه. الفلسفة اللي خرجت منها أن الاستعمال ديال العنف، الخوف والحيلة هما أشياء ضرورية للاحتفاظ بالسلطة، وأن اللي بغى يستحوذ عليها مسموح ليه حتى هو يقدم نفس الشيء. راكم فاهمين بالله غير كنبسط هنا، واللي ما قراش The Prince يقدر يزيدوا في اللائحة ديال الكتب اللي خاصو يقرأ. المهم أن سكار في بلاصة ما يتقبل المصير ديالو قرر أنه ياخذ الحكم بيديه. Yeah, be prepared. We'll be prepared. For what? For the death of the king. Why, is he sick? No, fool, we're gonna kill him. And Simba too. ديك الساعة المملكة غادي تطيح في الهاوية. كنشوفوا داك العالم اللي كان فيه الخضورية والماء موجود والحيوانات متنوعة تحول لمكان مظلم وفيه غير سكوليطات مشتين. سيمبا اللي هرب من هذه المملكة على أساس أنه حامل الذنب ديال القتل ديال بواه، كيف ما قنعوا عمه بهذه القضية باستعمال المانيبوليشن، ومن بعد ما كان غادي يموت في الصحراء غادي يتلاقى مع تيمون وبومبا اللي هما حلوف وميركات. صراحة ما كنعرفش السمية ديال ميركات بالعربية، إلا شي واحد فيكم كيعرفها يكتبها في الكومنتس. هاد الحلوف وتيمون غادي يوليو صحابو ويتهلاو فيه، وبالخصوص غادي يعلموه الفلسفة ديالهم في الحياة واللي هي
Hakuna Matata. Repeat after me. Hakuna Matata. What? Hakuna Matata. It means no worries. ما تسوقش وعيش حياتك. فلسفة مبنية على أنك تميك على المشاكل ديالك وتعيش نهار بنهار. المهم باش الصداقة ديالهم تكون متوازنة، سيمبا غادي يبدا ياكل الحشرات في بلاصة الحيوانات هكا باش ما يكونش المشكل وما يطيحوش في الغلط. Listen kid, if you live with us, you have to eat like us. Ew, what's that? A grub. What's it look like? Ew, gross. الأيام غادي تدوز وسيمبا غادي يولي سبع تبارك الله. واحد النهار غادي يتلاقى مع نالا بنت قبيلته واللبؤة اللي كان غادي يتجوز بها كون ولا مالك، وكتعطيه الرابور ديال اش واقع في البلاد. سيمبا he let the hyenas take over the pride lands. What? Everything's destroyed. There's no food, no water. Simba, if you don't do something soon, everyone will starve. بالتشجيع ديالها وديال صحابه وواحد القرد شارف اللي كان خدام عند بواه، غادي يرجع للبلاد ويتلاقى مع سكار ويتضاربوا ويعيق بالله عمه هو اللي قتل بواه وانه ما عنده حتى شي ذنب في ديك القضيه. Here's my little secret. I killed Mufasa. سيمبا متحرر غادي يسترجع المكان ديالو كمالك شرعي وغادي تصب الشتا والحيوانات يرجعوا وكل شيء يولي بخير. نسيت والغازون تاهو غادي يكبر. دابا رانا ندخلوا في التحليل ديال هذا الحدث السياسي ونشوفوا شنو هما الاقتراحات ديال موفاسا سكار وسيمبا وكيفاش البرنامج الانتخابي ديالهم مختلف وشكون اللي حسن من شكون. هذا الفيلم المشكل ديالو هو انه مبني بزاف على الحكم بالمظاهر. مثلا سكار كيتعتبر شرير، ولكن هو شرير لحقاش الافعال ديالو شريره، ماشي لحقاش عنده سيكاتريس في وجهه. بحالو بحال الضبوعه اللي دايرينهم في القصه خايبين وبليدين. هاد المقاربات هي مبنيه على الحكم ديال المظهر، ماشي لحقاش شي واحد عنده سيكاتريس كيعني بانه انسان خايب. هاد الفلسفه كتلخص في الا كنتي خايب راك شرير، ولا كنتي زوين راك ظريف. حنا في هذه الحلقة غادي نحيدوا المظاهر ديال الشخصيات ونحكموا على الرسالة والبرنامج السياسي ديالهم. غادي نبداو بموفاسا. موفاسا الحكم ديالو مبني على The Circle of Life، يعني أن الحياة هي حلقة دائرة، كل كائن وكل مخلوق مرتبط بالمخلوق الآخر، وأن هذا النظام هو اللي كيعطي توازن وكيخلي أن الحياة تستمر من جيل لجيل، وأنهم هما كسبوعة خاصهم يحترموا جميع المخلوقات من النمل حتى الغزال اللي كيجري. Everything you see exists together in a delicate balance. As king, you need to understand that balance and respect all the creatures from the crawling ant to the leaping antelope. هنا فين سيمبا الله يرضي عليه كيسول سؤال في المحل ديالو، كيقول ليه يا كابا احنا كناكلوا الغزال. Dad, don't we eat the antelope? Yes, Simba, but let me explain. والجواب ديال بواه كان انهم كياكلوا الغزال، ولكن فاش السبوع كيموتوا راهم حتى هما كيتحولوا للتراب اللي كيغذي الارض وكيخرج منه العشب اللي كياكلوا منه الغزلان، وهكاك الحلقه ديال الحياه كتكون تسدات. When we die, our bodies become the grass and the antelope eat the grass. And so we are all connected. In the great circle of life. هذا الجواب ضعيف جدا في التبرير ديال الاكل ديال الغزلان، لحقاش اللي كيغذي الارض ماشي غير الجثث ديال السبوعه، راه جميع الحيوانات اللي كيموتوا كيسمدوا الارض، وماشي ولا بده يتسناو حتى يموتوا باش يغذيو الارض، راه واخا يكونوا واكلين كيلو ديال الهنديه كل نهار، راه الحيوانات حياتهم كامله وهما كيغذيو الارض. ومن جهه اخرى كيقول موفاسا في الاول انهم خاصهم يحترموا جميع الحيوانات، ولكن هو
ما كيحتارمش الضبوعة وكيعتبرهم ماشي مزيانين، وكونوا حاكم على الغابة راه جاليهم في المقبرة ديال الفيالة وحاكم عليهم بالجوع للأبد. واش هاد التعامل ديال الحاكم اللي مهموم بالتوازن ديال حلقة الحياة وتكافؤ الفرص؟ نخليكم نتوما اللي تحكموا. واحد اللقطة أخرى اللي كديرونجيني هي فاش سيمبا كيبغي يبدا يتعلم يصيد، موفاسا كيجبر زازو اللي هو واحد الطائر خدام معاهم في البروتوكول وكيلعب الدور ديال وزير الداخلية كونو كيطير وكيشوف شنو طاري في البلاد وكيجيب الرابور موفاسا. فهاد اللقطة كيبزز عليه باش يلعب الدور ديال الفريسة، شي اللي يقدروا نعتبروه كإهانة ديال الموظف وعمل غير مقبول وغير حيواني بتاتا. This is so humiliating. Try not to make a sound. What are you telling him, Mufasa? Mufasa? Simba? دابا ندوزو لسكار. الفلسفة ديالو في الحياة مبنية على كل شيء مقبول إلا كان غادي يعود عليه بالربح هو شخصيا، ولكن السياسة ديالو مبنية على إعادة الاعتبار للفئة الضعيفة والمهمشة ديال الضبوعة. هو باغي يدير التصالح وإعادة الإدماج ديالهم في المجتمع ديال الغابة. We shall rise to greet the dawning of a new era in which lion and hyena come together. العلاقة ديالو مع الطبيعة ما فيها لا احترام لا حلقة الحياة، وهو علاقة صريحة with no ambiguity. ما كاين غير كول ونعس، هادشي اللي كاين. الشي اللي من واحد الناحية يقدر يبان خايب، ولكن هو متصالح مع ذاته. وشكون هو؟ السبع راه سبع والسبع خاصو ياكل. والعلاقة ديالو مع الفريسة هي واضحة وصريحة، نشدك ناكلك. ما كاينش داكشي ديال لا غير سمحوا لي راه غادي ناكلكم اليوم وكيشتي غدا فاش غادي نموت راه غادي نزفت لكم هاد الارض كلها غاز. نقدروا نقولوا ان سكار كيمارس ريل بوليتكس اللي هي ممارسه ديال السياسه الواقعيه اللي مبنيه على الواقع والمعطيات الحقيقيه، ماشي داكشي ديال الفلسفه ولغه الخشب. هو شاف الضبوعه مهمشين وعندهم مشاكل اقتصاديه يعني ما كاين ما يتكال، وزيد على داكشي كيعانيوا من العنصريه ديال السبوعه، يعني هما اوتكاستس بحالهم. I'm surrounded by idiots. Now you, Scar, I mean, you're one of us. I mean, you're our pal. وهو يستغل هذاك الضعف ديالهم باش يحطوه في الحكم ويحقق الطموح ديالو. هو استعمل الحيلة وقت الخوه باش يوصل لبلاصة اللي يوصل ليها. واش السياسة ديالو مزيانة ولا خيبة؟ نتوما اللي تحكموا. سيمبا لقيناه في الفيلم يلا غادي يبدا الحكم ديالو، وغالبا غادي يتبع السيستم اللي كان دايرو باه موفاسا. ولكن كاين واحد الفلسفة الثالثة اللي مختلفة في هذا الفيلم من موفاسا ومن سكار ومن سيمبا، واللي هي الفلسفة ديال تيمون وبومبا. هي ماشي فلسفة ديال الحكم، ولكن فلسفة ديال الحياة اللي مبنية كيف ما قلنا من قبل على أكونا ماتاتا، يعني ما تشش الهم، انسى المشاكل ديالك وضرب الدنيا بركلة. هاد الفلسفة باختصار كتخليك تكون غير مسؤول وعاطيها غير الزهو، كتعيش النهار بنهار. وهاد المدرسة اللي كتسمى في الفلسفة بالسينيسيزم واللي كتتبع التعليمات ديال دايوجينيز اللي بحال سيمبا تشترد من المجتمع وكان عايش في الهامش ديال المدن كيرفض يعلق راسه بالملكية ولا شي رغبة ديال السلطة، وكيقلب عليه على السعادة بالتقرب ديالو للطبيعة. إلا جينا نشوفوا حتى تيمون وبومبا راه ما كنعرفوا عليهم والو في القصة ديالهم، وكونهم جوج مع سيمبا واش هذاك يعني أنهم حتى هما كانوا جراو عليهم من المملكة وصدقوا كيمارسوا السينيسيزم؟ So, where are you from? Who cares? I can't go back. Ah, you're an outcast. That's great. So are we. What'd you do, kid? واخا هاد الجوج كيبانو ظريفين، كنهضر على تيمون وبومبا، راه الحاجة اللي ما خصناش ننساو هو أن الصداقة ديالهم بجوج مع سيمبا كانت في الأصل مبنية على المصلحة. بجوجهم ما عتقوهش من باب الإنسانية، ولكن باش فاش يكبر يقدروا يبروفيتيو من الصحة ديالو.
وداكشي اللي كان. What if he's on our side? You know, having a lion around might not be such a bad idea. So we're keeping him? Of course. Who's the brains in this outfit? My point exactly. دابا واش الفلسفة ديالهم اللي مبنية على التجاهل المشاكل والعيش النهار بنهارو مزيانة ولا لا؟ هذه تاهي نتوما اللي غادي تحكموا عليها. هذا الفيلم واخا المقاربة مع الملكية فيه واضحة، راه بالنسبة لي ما كتوقفش غير تما. لا جينا نشوفوا حتى في الدول اللي هي جمهورية مثلا واللي الانتخابات هي اللي كتحدد الرئيس، راه غالبا الرئيس ما كيكونش شكون موالا، واخا نظريا ممكنة، ولكن غالبا الرئيس كيكون جاي من عائلة اللي كتمارس السياسة ولا عندها ثروة وعندها الإمكانيات باش تكون وتكون وتدفع الطموح ديالهم. وان في غالب الدول كتكون بحال واحد الكاست، واحد الفئه ديال السياسيين اللي يقدروا يوليوا رؤساء. هاد القضيه تقدر تطبق حتى في العالم ديال البيزنس اللي فيه الباترون هو القمه ديال الهرم الى اخره. ولكن الفيلم ما كينتقدش هاد السيستم ديال الهرم، بالعكس هاد الفيلم كيأيدو. في الصراحة The Lion King اللي كان كيعجبني في الصغر خلاني نطرح بزاف ديال الأسئلة فاش كبرت، وشوفه باش كنت كنشوفه وأنا صغير تبدلت بزاف. تا أنا مع راسي بقيت كنقول كيفاش هاد الفيلم عجبني وأنا صغير، والجواب ديال هاد السؤال ربما كان لحقاش كان سهل في الفهم، بحال فاش موفاسا كيهضر على الموت ديالو اللي كيولي غازون وكتخليك تقول مسكين حتى الا كلا الغزال راه عنده الحق. الفيلم اللي بنى السطوري ديالو على المظهر الخارجي ديال الشخصيات حتى هو ساعد اننا نستوعبوها يمكن كاطفال. هادي just my theory، ويا ربي تسمح لي شحال كرهت الضبوعة مورا هاد الفيلم حتى اكتشفت من بعد بالله هاد الحيوانات زوينة وذكية بزاف. الحاجة الوحيدة اللي تعلمت من هاد الفيلم ولا اللي تعلمت بهاد الفيلم هو ان الا بنينا الرؤية ديالنا على المظاهر فقط فغادي نكونوا غالبا غالطين. شكرا للتتبع ديالكم لهذه الحلقه ديال سوليما بودكاست. نتلاقاو الحد الجاي في الفولو اب باش نناقشوا التعاليق ديالكم على هذا التحليل، والاربعاء الجاي في حلقه جديده ديال سوليما بودكاست. كنبغي نشكر المساندين ديال القناه في باتريون، وتهلاو في راسكم.